السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين. أليس هنا بيت المدعو مازن؟ إيه هون بيت مازن، مين حضرتك؟ اسمعيني جيدا يا خالتي، نحن قمنا بخطف ولدك مازن ونريد منك فدية قدرها 100,000 دولار لكي يرجع لك ابنك سالما غانما بإذن الله تعالى. خطفتوا مازن وبدكم 100,000 دولار؟ أجل، نحن أيضا نفس الجماعة الذين قمنا بخطف صالح. لك ابني هلأ بدي أسألك، ليش مازن بيسوى 100,000 دولار؟